بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم حبايبي في مطبخ ممودي من منوري الدنيا كلها منوري من القناه كالعاده النهارده ان شاء الله اعمل معاكم جمبري بطريقه جميله يا رب تعجبكم يلا بسرعه نخش نشوف الطريقه ونخش نشوف عملنا ازاي بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي مع بعض ونقول معانا ايه معانا جمبري مع الشراه وفتحه ظهره ومنضفه زي ما انتم شايفينه معايا ليمون معايا معلقه ملح نص معلقه كمون نص كزبره معلقه كاري توم دي أول حاجة التتبيلة اللي هنتبل فيها. هنحط كده الجمبري بتاعنا في الطبق طبعا احنا نقعينه كويس ومنضفينه في مية بلمون. معايا الملح والكمون والكزبرة والكاري والثوم هتبل بيهم الجمبري بتاعنا واعصر عليهم لمونة. هيقعد قد في التتبيل هنقعده اطول وقت ممكن. والطريقة دي دي تعملي بيها الجمبري المتقشر او الجمبري بقشره الاتنين احلى من بعض بصراحة وبتبقى تحفة. فانا كنت مقشراه فعملته بالطريقة دي. كده بعصر الليمون بالشكل ده كده تمام هقلبه بقى اشيل بس البذر متخليش اي بذر فيه لان هننزله في الطاسه على طول فما تخليش اي بذر فيه لو عندك الف... العصاره يكون افضل بس انا ما عنديش عصرت كده بايدي زي ما انتم شايفين الجيش قالنا اتصرفوا هنشيل البذر بتاعنا ونقلب الجمبري ان اي التلاجة جوة التلاجة حاجة ترجع لك الجو ساقعة فبيقعد معنا فيش اي مشكلة الطريقة دي من الطرق الجميلة جدا لعمل الجمبري وطريقة مختلفة هقلبه بقى واسيبه وانقعه ونرجع نشوف هنعمله ازاي نقعت الجمبري بالشكل ده وبقى شكله بالشكل ده كده الريحة فظيعة معايا بقى فلفل اصفر فلفل اخضر بصل طماطم طرنشات زبده فلفل احمر طرنشات زي ما انتم شايفين اما مقطعا كبير شويه في طاسه كده على النار هنزل بالزبده بتاعتي زبده يا جماعه مش زيت الزبده اللي بتدي الطعم ايه قد معلقتين كبار كده حلوين زي ما انتم شايفين هستنى بقى لما الزبده بتاعتي تسيح اول حاجه هنزل بيها كده الجمبري لازم يبقى على نار عاليه عشان ما ينزلش الميه بتاعته وهدي تقليبه واستنى شويه لحد ما يبتدي ياخد لون مش هسويه سوا كامل هسويه نص سوا زي ما هنشوف مع بعض كده كده تمام استوى نص سوا هبتدي اطلعه بقى زي ما انتم شايفين شكله مش سوا كامل يا جماعه عشان لسه ليه مرحله تانية اللي ده الزبده مش مش الميه ولا اي حاجه الريحه كانت فظيعه 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 لازم تجربوا الطريقه دي باذن الله تعجبكم بشيله بالشكل ده في نفس الطبق اللي انا كنت متبله فيه هنزل باول حاجه كده البصل مش كل الحكايه مجرد تقليب مش هندبل الحاجه بتاعتنا قوي الخضار هننزل كده بالبصل اول حاجه ونقلب فيه تمام البصل بتاعنا دبل هنبتدي ننزل بالفلفل الاصفر الفلفل الاخضر فلفل الاحمر الحاجات دي كلها قيمه غذائيه زي ما انتم عارفين وبتدي طعم وشكل حلو للجمبري هنقلبه برضو يا ندبله ونقوم نازلين مع بعض باللي بعد كده كده تمام ابتدي اتبله كاري نفس التوابل اللي حطيناه معلقه صغيره كاري إيه كمون ربع معلقه كزبره ربع معلقه وملح هذا الملح بتاعنا معلقه طبعا وانت هتدوق الحد وتظبطي وكده اخر حاجه ننزل بيها الطماطم يا تشويحه وننزل بالجمبري بتاعنا يكمل السواش زي ما انتم شايفين كده ننزل باب بالجمبري بالصوص بتاعه الجميل كده اللي نزل منه ونقلبه لحد ما يستوي مش هياخد منك تلات دقايق على النار لانه طبعا نص سوا هنعصر اخر حاجه كده قبل ما نطفي عليه ليمونه طعمه بقى خطير بالشكل ده كده ده شكله هوريه لكم بقى في طبق التقديم واوريكم جماله وحلاوته كده تمام غرفته وحطيت على وشه كده شويه كزبره للتزيين الصوص ده خطير لوحده يا جماعه يا رب يعجبكم الفيديو النهارده وتقدروا تجربوه لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش فيش لايك وشير وتعليقاتكم الجميله طبعا واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله